صباح الخير عليكم. كنا متفقين بأن الحواجب من الملامح اللي كتعطينا لو كاركتير والشخصيه في الوجه. فالسيدات حنا كنهتموا بزاف بالحواجب ديالنا بغرار كيفاش تكون لا فورم ديال الحاجب كما كنا تكلمنا في واحد الحلقه من الحلقات على حسب لا مورفولوجي ديال الوجه ولا تقاسم الوجه. اليوم بغيت نتكلم كيفاش كنرسموا الحواجب بين الماضي وبين الحاضر. فانا درت كلكو ريشيرش وشفت الجدات ديالنا الامهات ديالنا كيفاش كانوا كيرسموا الحواجب ديالهم بشي مسائل اللي هي طبيعيه واللي هي بسيطه. اول حاجه كانت هي القرنفل، كانوا كيحرقوا الراس ديال القرنفل وكيصبغوا به او كيرسموا به الحاجب. وبطبيعه الحال القرنفل يعني تبتات دراسات بانه مفيد حتى لتقويه يعني الشعر والشعر ديال الحواجب. كاينه التقنيه الثانيه اللي هي او واحد الماده اللي كنسمعوا بها هي الحرقوز. الحرقوز شنو هي؟ هي بعض المكونات اللي تجمعوا وداروا واحد الماده او كيتبخوا كيوليو على شكل هذا الليكيد وفيها جوج لوان، كيكون اللون الاسود واللون البني. الوغ شنو كيكون في هذا الحرقوز؟ الحرقوز كيكون فيه السواك اللي كل المغربيات كيستعملوه كيعرفوه، كيكون فيه الحديده الحمراء، وكتكون فيه هذه الحجره اللي سميتها حشره الغمص. دونك هاد المكونات بثلاثه كيدقوا وكيداروا مع شويه ديال الماء حتى كيتبخوا حتى كيولي هاد لو ليكيد بحال العسل. فكانوا كيرسموا به السيدات الحواجب ديالهم. وبطبيعه الحال مع الغسيل سي ان افي اللي كيتحيد مع الغسيل. بالنسبه لهاد التقنيات اللي كانت طبيعيه والقديمه مثلا بحال الحديده الحمراء، حنا ما كنعرفوش واش هي مضره ولا ماشي مضره ولا بحال هاد الحجره. فانا كنصحكم من الاحسن ان نلتجئوا لهاد التقنيات الجديده اللي هي كمان كتكون عندها في واحد الجوده واللي نستعملوها بلا حتى شي ضرر على الحجبان ديالنا. فالتقنيه الجديده اللي كاينه من قديم الزمان قبل من دابا كان القلم اللي هو معروف عليه قلم ديال الحجبان. فقلم ديال الحجبان غير هو تطور ولاو فيه بزاف ديال لي كاليتي او بزاف ديال المواد. فانا كنصحكم تستعملوا هاد الاقلام اللي كيكونوا لا تيكستور ديالهم تري كريموز. علاش؟ لانني انا ضد القلم الاول او القلم اللي كنا كنستعملوا شحال هادي كيكون شويه جاف، وفي كل رسمه ديال الحاجب ضروري كنطيحوا شعره ولا جوج من الحواجب ديالنا وبالتالي كنسببوا فاننا كنخويو الحواجب ديالنا. فالحاجب نرسموه بهذا القلم كيكون فيه الالوان اللي موالمه كل سيده. غير هو وكان قاعده وكنت قلتها لكم في واحد الحلقه من الحلقات، ابدا نرسموا الحاجب ديالنا بالكحل كيف ما كان اللون ديال الشعر ديالنا، لان اللون ديال الحاجب كنرسموه او كنعطيوه على حسب لون البشره ديالنا واللون العينين ديالنا وماشي اللون ديال الشعر ديالنا. كاين قلم اللي هو من المواد الجديده، هاد الاقلام اللي كيكونوا رقاق بزاف دونك سان كريون امين كنسميوه بحال الاقلام اللي كنستعملوا مثلا في الرسم. الوغ هذا علاش بور بلوس دو بريسيزيون، ولا هو هذا ننصحكم تستعملوه لو بغيتوا تعطيو اون فورم ولا رسمه اللي هي نت وكتكون مزيانه للحاجب، وبالتالي نقدروا نرسموا الحاجب بهذا النوع من الاقلام ونعمروا الحاجب بهاد لي نوفو ماسكارا ديال الحواجب اللي هو كيكون ملون حتى هو كيكون فيه الوان مختلفه، او نقدروا نستعملوا واحد اللي كيكون ترونسبارون. هذا في حال السيده اللي عندها الحواجب كثار وطوال باش كتعطيهم واحد لا فيكساسيون ولا كتثبتهم. بالنسبه لي بودغ كاينين دي بودغ اللي كنستعملوا الحواجب، بعض السيدات كيستعملوا ماشي عيب البودره الخاصه بالفاغا بوبيير بما اننا كنستعملوها الوجه ديالنا فنقدروا نستعملوها الحاجب ديالنا. غير هي وكان هذه التقنيه انا شخصيا ما كتعجبنيش بزاف لانها ما كتعطيش لا بريسيزيون، كنقدر ننصح بها غير السيدات اللي عندها ديجا حاجب فيه بعض الاماكن اللي هي خاويه غير باش تعمرهم، اما باش ترسم حاجب كامل وكمول كما كنقولوا فهاد التقنيه ما غاتجيش زوينه وغتبين لها الحاجب عريض بزاف. وكاين اخيرا لو جيل، ولو جيل بزاف ديال السيدات ولاو كيستعملوه، انا من الناس اللي كنستعملو صراحه كيعجبني لان لا تيكستور ديالو زوينه وخاصه بالحواجب وهي كتعطي واحد الرسمه اللي هي كتكون زوينه وكنقدروا نرسموا الحاجب كما بغينا. غير وكان بالنسبه للمبتدئات كتجيهم شويه صعيبه لان خصنا نرسموه بواحد لو بانسو اللي هو سبيسيال، فننصحكم انكم ترسموا حاجبكم بالقلم اللي يكون مثلا كريون امين هذا الرقيق تنعطيو لا فورم اللي بغينا الحاجب وعاد نعمروا داخل الحاجب بلو جيل. وهذا لو جيل كيكون في اغلب الاحيان واتر بروف، يعني السيده اللي غسلات وجهها ولا هذا ما كيتحيدش بسهوله الا بغينا نمسحوه بان دي ماكيون ولا ان برودوي اللي خاص بالمواد اللي كتكون مضاده للماء. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الفقره ونشوفكم على خير.